من الأخبار برضو والتفاصيل اللي عايز أتكلم مع حضراتكم فيها تحديدا بالامس، كابتن خطيب تفقد عدد كبير جدا من المشروعات الانشائيه اللي كانت داخل فرع الاهلي بس بفرع الشيخ زايد، وكان في مقدمتها منطقه جلوس الاعضاء اللي بتتم افتتاحها مؤخرا، وده بعد الانتهاء طبعا من كامل الاعمال الخاصه بها. كمان تابع مراحل العمل في ملاعب كره القدم المغطاه اللي كانت بالنجيل الصناعي، ملاعب البادل اللي قلنا لحضراتكم عليها قبل كده وعرضنا تقرير، اماكن انتظار السيارات، بوابه النادي، كل التفاصيل وغيرها يعني من المشروعات المقرر ان شاء الله افتتاحها يعني هنقول تباعا خلال الفتره الجايه المقبله، وكمان المدرجه طبعا ضمن الخطه الانشائيه بالفرع. فاعمال انشائيه بتتم خطوه بخطوه. ناس تيجي تقول لك مثلا هو كابتن خطيب بنفسه راح يتفقد منطقه الجلوس ومش عارف ايه حصل. خلينا نتابع هذا التقرير عشان مزيد من التفاصيل. التسجيل النهارده انا يعني مميز شويه بالنسبه لي، لان ده كان في تسجيل قبليه لو رجعت له حوالي 3 أسابيع تقريبا، كان في زياره من الكابتن محمود الخطيب لف على كل المشاريع الجاري تنفيذها، سواء كان المنطقه اللي واقفين فيها او منطقه المسجد او البوابه واماكن انذار السيارات، ملاعب النجيله، كل الاماكن دي كابتن عدى عليها. واحنا سجلنا معاكم على فكره المره اللي فاتت وحددنا مواعيد هنفتح امتى وكل حاجه. انا حابب تقارنوا بين الاثنين هتلاقوا الموضوع مختلف تماما. المنطقه اللي احنا كنا موجودين فيها دي كان اسمها منطقه جلوس الاعضاء والشاشه، كنا محددين 10/8 اللي هو يوم الخميس، احنا فعلا مخلصين يوم الخميس. النهارده كابتن محمود والاداره التنفيذيه جم وراجعوا معانا كل التفاصيل، لفينا على كل الاماكن والمشاريع اللي شفناها الزياره السابقه، والكابتن لاحظ وتابع كل ما هو جديد فيها. النهارده المكان ده خلاص خلص في ميعاده الحمد لله. الميعاد اللي جاي او الافتتاح اللي جاي ان شاء الله البوابه واماكن انذار السيارات واثنين ملعب كره قدم نجيله صناعي، واول شهر كمان في ملعب نجيله صناعي للاعضاء، في ملعب بادل هيكون مفتوح. ده كل دي التواريخ كانت متحدده من الزياره اللي فاتت. كابتن جه تابع بنفسه طبعا طوال ال3 أسابيع، كان في متابعه يوميه من الكابتن لسير العمل ماشي ازاي. الحمد لله طبعا لازم اوضح، والحاجه المهمه جدا ان الاداره التنفيذيه واداره المشروعات في النادي واداره الصيانه والشركات المنفذه التزموا جدا بالمواعيد اللي كابتن عليها، كان في متابعه جيده مننا الحمد لله ان احنا نوصل للنتيجه دي النهارده. اضافه جديده، مكان جديد، كان مكان ده كان مجرد رمل، النهارده بقى فيه جلوس اعضاء وفي شاشه كبيره الاعضاء اضافه ليهم. كل حاجه بتتعمل في اهل الشيخ زايد هي اضافه لعضو والاهلي الشيخ زايد. احنا ماشيين بخطوات كويسه قوي، كان في لو تفتكر حمام السباحه الناحيه المقابله ديت للمكان ده خلاص، احنا الاسبوع الجاي ان شاء الله هنبدا نطرح اعمال الحمام. المشتل اتشال من مكانه، بصي كلها خطوات تنفيذيه متتابعه، كابتن محمود تابعنا فيها اول باول، الاداره التنفيذيه معانا. لازم نشكر بصراحه بالتحديد الاداره التنفيذيه التاني، لان احنا من غيرهم احنا منظومه واحده كلنا، هي مش شخص واحد، مجموعه اشخاص من اول العامل لحد اخر حاجه فوق في مجلس اداره، ودي نتيجته النهارده احنا بنشوفها معاكم وانتم موجودين معانا. برده جزء اداره الزراعه، اداره الزراعه لو رحتي وزاره السيارات وصورتي المره اللي فاتت هتلاقي المكان كان كله عباره عن تراب اسفلت، المكان كله اتشجر وبقى فيه سيستم ري ليه. لازم نشكر المهندس احمد عادل مدير اداره الزراعه، نشكر المهندس كريم مدير الصيانه والمشروعات، مجموعه متكامله بصراحه وصلتنا للنتيجه اللي احنا واقفين عليها ديت. اعضاء اهل الشيخ زايد ما كانش فيه غير شاشه واحده بس هي في النادي، اما يكون في ماتشات او يكون في اي ايفنتات او اي حاجه بيبقى لعدد كبيره جدا، وهنا الاعضاء في تزايد مستمر، فكان لازم يبقى فيه منطقه جذب اخرى. عملنا منطقه جذب اخرى في الجزء الاعضاء مفروشه قدامكم زي ما انتم شايفين، الشاشه شغاله الحمد لله على اعلى مستوى. الشاشه دي نفس الشاشه اللي رجعت بتاع التجمع الخامس، دايما احنا بناخد اخر حاجه بنعملها واحدث حاجه بنعملها ونبدا نطبقها في الفروع. يعني ممكن المره الجايه في مكان تاني في منطقه اللي هي الربط بقى بين المرحله الاولى احنا فيها والمبنى الاجتماعي، في منطقه ربط فيها جلوس اعضاء، فيها منطقه العاب مائيه، فيها العاب اطفال، هيكون برده فيها شاشه هتبقى احدث من الشاشه اللي احنا موجودين فيها. دايما النادي الاهلي معودنا على كده، احنا نختار احسن حاجه في التوقيت ده هو اللي هنعمله، عشان كده الحاجه عندنا معانا بتقعد. يعني احنا عندنا ملاعب النجيله الصناعي اللي ركبت في مثلا في الشيخ زايد او في مدينه نصر او في الجزيره 10-15 سنه، لان احنا بنقي احسن حاجه بتتركب في ساعتها. يعني الملعب الكبير ال 11 ده كان ايام المهندس محمود طاهر، النهارده بنقي ملعبين تانيين، فاحنا بنغير بس بنكون منقيين احسن جوده في احسن حاجه تخص النادي الاهلي.